السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فقيم قتم. رجعنا لكم اليوم بفلوق جديد يا جماعة الخير. قبل أن نبدأ المقطع يا جماعة الخير لا تنسون اللايك واشتراك في فعل الرسميات. الله يسعدكم ويعطيكم العافية على دعمكم. وبس ما يبي يطول عليكم مقدمة، خلونا نبدأ بالفلوق اليوم. فلوقنا اليوم يا جماعة الخير بإذن الله راح يكون مثل ما هو مكتوب بالعنوان، إيش راح نسوي مع بريكات الجامعة يا جماعة الخير. أو اللي ما عرف يعني كلمة بريك، مو لاعب بريك، لا فترة الانتظار بين محاضرة ومحاضرة، يعني للي مو بجامعي واللي ما يفهم محاضرة يعني حصة، يعني حصة ولا منيرة. يعني عندنا اليوم محاضرة، بعدين بريك لمدة ساعة، محاضرة ثانية مدة 40 دقيقة زي كذا، بعدين بريك لمدة ساعتين يا جماعة الخير. عندنا بريك لمدة 3 ساعات، وساعة الحال وساعتين الحال. بس ما يبطل عليكم، خلوكم مع فلوق. قاعدين نحل واجب مثلا تسوي الحال. هلا. وإذا ما أنت مشترك؟ اشترك. ساعتي. كل ذا العيون اشتراك، فلذلك اضغط اشتراك. أي وحدة؟ أي وحدة ولا أي اتفاق؟ ثانية. اتفاق ولا تزاعل وما اتفقوا؟ طيب يقول لك اذكر اثنين من أسباب. ناظر ايش لقيت كاتب الدكتور، وإذا ما أنت مشترك. وليد. واجب اخلص. وش نكتب طيب؟ عدى يلا يضحك لين الفجر يبتل. لقيت جواب. وانا قد ادور الحضرات. يلا يلا يلا. سلام سلام. وش ذي؟ حيمهم كيمهم زي الخ. عين على الخراج. اليوم بنوريكم مهندسين اليوم بنوريكم مهندسين عن بعد. هذا وشو؟ دورة مياه. الله يكرمك. وانت بكرامة طبعا، وانت بكرامة. شوفوا واحد يدخل بعدين ايش؟ وين الخصوصية؟ شوفوا كل البتاعات. وإذا ما أنت مشترك لا طبعاً. العالم معتز يقول بعطيك معلومة، ما أدري وش هي، والله إني ما أدري وش هي. يقول لك إن الشجر، يقول لك إذا ما اشترك لازم تشترك. هذه أول معلومة. أهم على إن الشجر يقوي النظر. لا لا لا، هذا الشجر الكبير يعني يحس. يا شيخ ما أنت مشترك؟ اشترك. الله يزعجنا خلاص. وصلنا جرير، وهذا معتز. شوفوا هذه سيارتي جايين عليها. هذا الايفون 16. والسلام يا في لون جملي. وينه جملي؟ جملي. شوف الالوان، جملي بعيري غنمي. هيك خلنا نفصله من النهج. ايش رايك؟ شوف واو والله صح. اضغط عليها. طيب اضغط. علق علق علق. اوه تصور. يا عيال بشري خلاص جربه. ورنك ما يرجع. هو بتضاغط عليه الظاهر. وش اخذ اي واحد؟ الرجوع شكلك تقولها كذا. لا الرجوع ترجع اخر شيء، بس عادي تفك اصبعك. اضغط. والله اصبعي شكلك ما ضغط اصلا. مع ضغطه. وين؟ ما يبغى. انت بالشيخ مالك. ايوه. والله غبي. ما بسريع عشان كذا ما بسريع. صح صح. هذا الدليل. هي خلنا نحط خلفيه. السماعه. والله يا سلام. وانا طلعت معك. تعال يلا. ولا تزعل ولا تزعل. يا سلام. بس زي كذا. الله لو صارت حيه بعد. شوف حيه وقبل ميته. لا شوف الله تتحرك يعني اول ما تقفل تمسح. واو صراحه واو. نزلت اعوذ بالله. 92 نزلت نسبته قراب الجامعه. شوف اللي اقول لك ماخذها احلى. لا والله ازرق. هذا سماوي. ذا سماوي. اي شوف ابيض. ذا يا حمار انت الابيض. بدر هذا وش هاي؟ هذا ابيض. وين السماوي؟ هذا سماوي. شوف لك عمل وانا عند. شوف ابيض. هذا مو بسماوي. هذا ابيض يا ابيض. سماوي ابيض. طيب جيبه قربه. طيب نفس اللون اللي شوي. انت كسرت امه تراك بتدفع الحين. انا ما كم
6000 7 وعود بالله ارقام ما ادري كم. نبحث قناه موزه يا موزه. شوف الجوده مزه. وش مزه؟ موزه. طيب افا افا ويني؟ طيب نحط هنا كل قناه. ايوه اشتراك. يا سلام. تشترك؟ اشترك بس. ايوه بنصور سكتش بعد شوي. شوفوا هنا هذا شو اسمه؟ شو اسمه؟ سماء؟ كواليس. كواليس كذا. انا قلت له راح يمين. حلو حلو اخر شيء والله انه حلو قسم بالله. جود جود. هذا ينزل فلوج تيك توك وفلوج مو فلوج سكتش تيك توك وسكتش يوتيوب كلها شورت. حلل وشورت. شورت ولا جنز؟ اي اي كل شيء. ريلز انستاك بجروب العائله بالواتساب كل مكان. حاله اي يا عيال ترى مكتبه هنا. يلا يلا عيال. اسلوب 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 اصلح مكتبه ترى. مرات نلقى الحب الحقيقي بين رفوف الكتب، ولكن مرات تهج معنا. ما شاء الله. خل عنك شاهد ذا الأكل أهم. هو شاهد الأكل. ما شاء الله. بحط هنا بقى. إيه تمام. طبعًا عندنا برايك. ساعتين. طف طف. قلبي من المطعم ما أدري منه يعني إعلان مو بالناضج لا اللي ما نطعت. إيش رأيكم بس قبل الأكل أسد نفسكم بال. شوفك أي جلسة ثانية وبنحط لك في صحن بنجيب. أبشر سام. تبون شاي يا حيال؟ لا. ما فرقعك. سلام. ان شاء الله. شوف شو الخراج. الخراج اصبر. اصبر اصبر. ابي ملعقه. لا عشان اخذ لي من اللبن. اوف. مو معقوله باكل كذا. مو معقوله باكل كذا. مو معقوله اكل كذا عادي. لا لا لا. ما تاكل ملعقه. اي تمرجع. يصنعون الحين مو معليش معليش ما بدا يتكلم الا ده. ها كيف؟ مو جامد. قولتهم يا من يوم اني بزر وانا لا مو جامد حار. انا اذكر زين زين ولا موبايل؟ لا تصادم اقول لك انتم متصادمين بلهجتي وانا متصادم بلهجتي وانا متصادم بلهجتي. لا ما يفضل والله لا اطلع حلفت. يا الله لك الحمد. يلا كنت يا اخي ما الخلق اقوم مره لا بطيح ما اقدر حتى اتكلم. السلام عليكم. بس جماعة الخير هذا كان مقطع اليوم. ان شاء الله عجبكم هذا المقطع. طبعا تونا مخلصين دوام طالعين الساعة 3 حالتنا حالة. بس ما بطول عليكم. ان شاء الله عجبكم هذا فلوق. فلوق فكرة جديدة ايش نسوي ببركات وحاجة زي كذا. بس ما بطول عليكم مقطع. اشوفكم باذن الله بالمقطع الجاي. ترقبوا ترقبوا ما انا بحارق. مقطع يعني راح اتعب عليه الصراحة من ناحية التصوير من ناحية المونتاج. وباذن الله راح ينال اعجابكم. ما بطول عليكم مقطع. اشوفكم باذن الله بالمقاطع الجاية. السلام عليكم.